بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعطيكم العافية أبناء الطلبة، وإن شاء الله حنستكمل العناصر المرتبطة بأخلاقيات العمل، وهي تعتبر مبادئ بطبيعة الحال العمل في مجال علم النفس الشرعي. طبعا إحنا في المحاضرة الماضية استعرضنا يعني العديد من هذه القضايا اللي هي تعتبر أساسيات وأخلاقيات مهمة لابد أنه الأخصائي النفسي الشرعي أنه يتعامل معها وتكون منطلق لعمله، خاصة زي ما حكينا في المحاضرات السابقة أنه المجال النفسي الشرعي هو مجال بيختلف اختلاف كبير من حيث البيئة وعناصر التعامل لدى الأخصائي النفسي بشكل عام، وبالتالي هناك في اختلافات كانت واضحة زي ما وضحنا في العديد من المجالات. اليوم حنستكمل مع بعض إن شاء الله يعني هذه القضايا مع بعضنا البعض، ونحاول إنه نركز عليها بشكل كبير جدا. النقطة اللي احنا وصلنا طبعا للنقطة السابعة من الأخلاقيات والمبادئ المرتبطة في مجال علم النفس الشرعي. النقطة هذه طبعا مهمة، اللي هي lack of specialized forensic psychology. بطبيعة الحال to perform ethical and professionally competent work, the practitioner must know the elements of the legal standards, HRSA rules and other criteria for admissibility of evidence. بمعنى انه لاداء عمل اخلاقي مهني بشكل سليم، يجب ان يتعرف الممارس له طبعا حضراتكم يعني عناصر المعايير القانونيه. واحنا قبل قلنا انه العمل في المجال النفسي الكلينيكي بيختلف عن العمل في المجال النفسي الشرعي. أي صيغة نفسية بدك تعرضها، تقييم نفسي، استشارة نفسية، إدلاء شهادة أو إفادة، يجب أن تكون مصبوغة بالصبغة القانونية. فعشان هيك الممارس والخبير في المجال النفسي الشرعي يجب أن يتعرف على عناصر المعايير القانونية وأيضا قواعد الاستماع، الهيرسي رولز، قواعد الاستماع اللي بتصير داخل المحكمة، لها أصول أيضا يبقى أنت لازم تتعرف عليها، وأيضا غيرها من معايير قبول الأدلة. اليوم ليس كل دليل يقبل في المحكمة، هناك في معايير تقبل ومعايير أخرى لا تقبل، وبالتالي لابد عليك أنت كأخصائي نفسي شرعي أن تتعرف على هذه المعايير بشكل واضح حتى تكون الأمور إن شاء الله منجزة عندك وتكون كفؤ في أداء مهمتك. لأنه الإنسان ربما يكون خبير في علم النفس أو علم النفس الكلينيكي بشكل عام، لكن ليس خبيرا في المعايير القانونية والضوابط القانونية في العمل داخل إطار المحكمة، فبالتالي لا يستطيع أن يقدم شيء إيجابي، لأنه لا يعرف قواعد العمل القانوني والمصطلحات القانونية التي يتم التعامل بها والمتعارف عليها داخل إطار المحكمة. يبقى هذه النقطة أيضا مهمة جدا. وبالتالي النقطة اللي بعديها so background of preparation as a clinical psychologist and competent clinical skills are that is necessary and sufficient for the psychologist who accept the forensic clinical referrals. This is a severely mistaken assumption. وهي طبعا نقطة مهمة جدا، بحكي لها انه الافتراض بانه التحضير لك كأخصائي نفسي كلينيكي هو كافي لك كأخصائي نفسي بيقبل الإحالة في الحالات الطبية الشرعية أو النفسية الشرعية هو افتراض خاطئ. يعني ليس كل أخصائي نفسي كلينيكي يستطيع أن يتقبل أو يقبل حالات نفسية شرعية، لأنه زي ما حكينا في النقطة اللي قبلها إنه أنا قد أكون خبير في مجال علم النفس ومتخصص في مجال علم النفس الكلينيكي وقوي في هذا التخصص، لكن لا استطيع ان اتعامل بشكل جيد مع ايش؟ مع الحالات المحوله من ضمن المحكمه. ليش؟ لانه الاطار
أو البيئة التي يتعامل فيها القانونيين من قضاة ومحامين وسماع شهود وأدلة وغيره، كلها مصبوغة بالصبغة القانونية. فإذا أنت ما كانش عندك معرفة في هذه النواحي القانونية، هيكون صعب عليك أنه تتعامل بشكل كفؤ في هذا الإطار. وبالتالي افتراض خاطئ أنه احنا نفترض أنه كل واحد فينا كأخصائي نفسي كلينيكي يستطيع أن يتعامل أو أن يقبل حالات محولة له من المحكمة أو في مجال علم النفس الشرعي. هذا شيء خطير جدا، لا يمكن أن نقبل إلا إذا كنت أنا لدي المعرفة القانونية ومعايير التعاملات القانونية، وبالتالي حتى أستطيع أن أقدم شهادة أو إفادة أو استشارة تكون وفق النظام القانوني المعمول فيه. طيب النقطة اللي بعديها طبعا اللي هي النقطة الثامنة اللي هي assume similarities among jurisdictions، يعني التشابه بين السلطات القضائية. وطبعا هذه أيضا من الأخطاء اللي بيقع فيها العديد من الأخصائيين النفسيين. Mistakes can be made when applying psychology in legal context due to error of assumed similarity. Jurisdictional difference can be critical in case influencing everything from criteria applied to some admissibility of evidence to standards of proof. يعني الافتراض بأنه في تشابه في الأدوار القضائية والسلطات القضائية هو أيضا افتراض خاطئ. ما فيش حالة قضائية قانونية تتشابه مع حالة تانية. أنا افتراضي كأخصائي نفسي أنه والله كل حالة ربما القواعد الإثبات اللي موجودة فيها اللي هي standards of proof تتشابه مع نفس المعايير الحالة الأخرى، هذا افتراض خاطئ. لا، كل حالة لها legal context مختلفة عن الثانية، لها ظروفها الخاصة. يعني بتلاقي حالة القتل الاثنين تشاركوا في نفس حالة القتل، كويس؟ هنلاقي الأول ربما بيأخذ حكم معين والثاني بيأخذ حكم أعلى أو أخف. طب ليش؟ لأنه لكل حالة إلها دوافعها، وكل حالة إلها قديش هو كان له إسهام في هذا الفعل الإجرامي، مع أنه الاثنين ارتكبوا نفس الجرم وتشاركوا بنفس الجرم، لكن ربما الدافع عند الأول اختلف عن الدافع عند الثاني. فبالتالي الافتراض بأنه كل قضية تتشابه مع القضية الأخرى، هذا افتراض يعني خطير وإله انعكاساته حقيقة السلبية في إطار العمل داخل إطار المحكمة. فعشان هيك احنا ممكن في يعني مجال علم النفس الشرعي بشكل عام انه يكون في عندنا تشابه في بعض الحالات من حيث جمع المعلومات، من حيث التشخيص، او من حيث الخطة العلاجية التنفيذية اللي انا بعملها، او حتى وسائل التقييم. حنلاقي انه في تشابه طبيعي، اثنين بيعانوا من الاكتئاب قد تجد في تشابه بنسبة 70 او 80% في ربما في الاعراض او في المآلات او حتى في طريقة العلاج. لكن في العمل ضمن إطار المحكمة حنلاقي لا، إن هناك في نوع من الاختلاف، نوع من التباين بين كل حالة. فافتراض إنه أنا والله طبقت نفس الطريقة يبقى للتاني القضية التانية هتكون مشابهة، لا، هذا افتراض خاطئ وبدنا نتجنبه بشكل كبير جدا. وهذا بيعطينا بالفعل فهم أكبر لعملنا في مجال علم النفس الشرعي. طيب نشوف النقطة التاسعة، misunderstanding regarding standard of proof، يعني سوء فهم معايير الإثبات. سوء فهم معايير الإثبات. Standards of proof differ in psychology and law which can cause serious misunderstandings. يعني تختلف معايير الإثبات في علم النفس والقانون مما يؤدي إلى سوء فهم خطير جدا. وإحنا يمكن هذه القضية يعني تحدثنا فيها يعني بشكل كبير، وقلنا انه لما انا بتعامل مع حالة في مجال علم النفس الاكلينيكي بشكل عام تختلف اختلاف كلي عن العمل في مجال علم النفس القانوني. يعني المجال النفسي
أنا بتعامل مع حالة واحدة أو مجموعة حالات تتشابه في نفس المشكلة. المعايير اللي بنتوافق عليها إحنا التنين يعني تتشابه بشكل كبير جدا عن في من حيث الأعراض، من حيث المشكلة، من حيث التشخيص وحتى وسائل العلاج. لكن في المجال العلم النفسي الشرعي لا، هناك في تباين واضح، في اختلاف يعني كبير في هذا الإطار. وبالتالي إحنا إنه عدم الإلمام في قضايا القانون والمعايير القانونية هنلاقي إنه فيها اختلاف بشكل كبير جدا عن العمل في مجال علم النفس. وعشان هيك إحنا دائما بنقول ما دام أنت ارتضيت أن تكون في علم تعمل في مجال علم النفس الشرعي أو تقبل إحالات أو تحويلات من المحكمة في إفادة أو استشارة أو غيره، يجب أن تكون دقيق جدا وعندك فهم في قواعد العمل القانوني، في المفاهيم القانونية، في القواعد القانونية. طيب، for example, the confidence limits in the behavioral science are set at a higher level than those inherent in certain legal standards. يعني بحكي لنا على سبيل المثال، حدود الثقة في العلوم السلوكية أعلى من المعايير في العلوم القانونية. طبعا أنت لما بتتعامل مع سلوك بشري في عندك محددات واضحة. أنت لما بتتعامل على علاج مريض لديه مشكلة سلوكية ما، أنت عندك معايير واضحة تتعامل وفق هذه المعايير وتبني خططك العلاجية وفق هذه المعايير، وبالتالي في درجة من الموثوقية وثقة أعلى من المجال القانوني. ليش؟ لأنه القانون عبارة عن نصوص ولوائح. طب هذه القوانين اللي هي موضوعة، وهي أيضا يعني بالغالب هي طبعا موضوعة من بشر، وبالتالي بتجد أن هناك في العديد من الثغرات القانونية اللي يستطيع أن ينفذ من خلالها المحامي أو النيابة من أجل إما إدانة المتهم أو السعي إلى براءته. يعني دائما النيابة بتسعى إلى جمع الأدلة التي تثبت إدانة المتهم، أما المحامين اللي هم بيسعوا دائما إلى إيجاد أي ثغرة قانونية من أجل العمل بشكل واضح لأجل يعني محاولة إطلاق سراح هذا الشخص أو المتهم. وبالتالي في هناك تباين، فعشان هيك درجة الموثوقية والمعايير اللي أنا بستخدمها، لا، في هناك تباين واضح بين المسارين والمجالين بشكل يعني كبير. طيب النقطة اللي بعدك، the reasonable medical scientific certainty standard. This standard must have been met for each expert opinion being offered. This standard does not imply absolute certainty, but rather a reasonable probability and degree of certainty. يعني بمعنى انه معيار التطبيق العلمي المعقول هنا يجب استيفاء من خلاله هذا المعيار العلمي المقبول من رأي من وجهة نظر الخبير اللي احنا بنحكي فيه، الخبير النفسي اللي هو الخبير في المجال النفسي الشرعي. كويس، يعني بدنا نفهم انه هذا يعني المعيار الموثوقية والعمل المهني كخبير في مجال علم النفس الشرعي، إنه هذا المعيار ليس ولن يصل إلى درجة المعيار اليقيني المطلق. يعني لا يمكن أن نصل إلى 100% بأي حال من الأحوال، بل هو درجة احتمالية معقولة. يعني أنت بدك تضع كل جهدك كأخصائي في مجال علم النفس الشرعي، تجمع الأفكار والاستدلالات النفسية والمآلات النفسية للحالة اللي تتعامل معها وتصيغها بشكل قانوني وفق القواعد النفسية اللي انت تعلمتها والمبادئ القانونية اللي انت عندك اطلاع بها. وهذه قضية مهمة جدا، لكن يجب أن يكون في يقينك انت انه درجة اليقين ليست مطلقة، اللي انت وصلت لها النتيجة ليست مطلقة، ولكن هي درجة عالية من الاحتمال المعقول. كويس، probability and degree of certainty، يعني عندك أنت درجة من الاحتمالية المعقولة اللي هي تجعلك تتقبل
نتيجتك ورأيك في هذا الإطار. طيب النقطة اللي بعديها طبعا اللي هو assumptions regarding the economic of private practice، يعني الافتراضات المتعلقة باقتصاديات الممارسة الخاصة. طبعا في النقطة الأولى the aims of psychology are very different from the aims implicit in the law other than earning a living. يعني تختلف أهداف علم النفس بشكل كبير عن الأهداف الضمنية في المجال القانوني. يعني أنت في المجال علم النفس هدفك واضح، أن تعالج الحالة الموجودة عندك، أن تخفف من المشكلات النفسية أو السلوكية اللي هي بتظهر على المريض تتعامل معه. يبقى أهدافك واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل أو التغيير أو التبديل. لكن الأهداف الضمنية في المجال القانون ربما تختلف، لأنه إحنا قلنا إنه هناك في لوائح وقوانين وأنظمة. يعني أنت ممكن يكون الشخص القاضي نفسه لديه قناعة بأنه ارتكب هذا الفعل الإجرامي، لكن لا يوجد أدلة تدينه، لا يستطيع إدانته. يبقى الأهداف هنا بتختلف. طب ممكن المحامي يكون هو يدافع عن المدعى عليه، لكن لديه قناعة بأنه ارتكب هذا الفعل واستحق العقوبة، لكن هو مقابل إن هو يعني مكلف بالدفاع عنه ممكن يطلع براءة أو إنه يخفف الحكم الأعلى درجة، مع إنه قناعته الذاتية تختلف اختلاف كبير عن الحكم اللي سوف يصدره. بالتالي هذه قضية مهمة جدا. ليش إحنا بنحكي إنه في تباين في الأهداف؟ Psychology seeks truth through hypothesis testing and empirical winning of findings. يعني الأخصائي النفسي دائما بيسعى إلى الحقيقة. الأخصائي النفسي الكلينيكي أو الأخصائي النفسي بشكل عام بيسعى إلى الحقيقة من خلال اللي هو فحص الفرضيات ووصولا للنتائج اللي هو بيفحصها وبيتأكد منها ومن سلامتها ومن دقتها. لكن في النظام القانوني whereas the law seeks just resolution of problems via advocacy and strategies calculated to win even if this may involve suppressing information evidence in the interest of justice. يعني انت في المجال في اهدافك كلام نفس زي ما قلنا، معالجة هذا الشخص المريض اللي عندك، تخفيف مشكلاته، محاولة علاجه، لكن الميدان المتعلق في القانون لا، بيختلف اختلاف كبير جدا في الأهداف. يعني أنا بقول لك إنه أنت دائما في مجال القانون دائما أنت الكل يسعى إلى الربح، يستخدم استراتيجيات قانونية معينة من أجل النيابة تحاول أن تثبت وجهة نظرها بالأدلة الموجودة أو المتوفرة بين إيديها من أجل إنه تربح القضية وإثبات التهمة على مين؟ على الشخص المدعى عليه. طيب بالمقابل المحامي بيسعى انه يستخدم اي استراتيجية محسوبة عنده من اجل انه يكسب القضية. يكسب القضية يبقى هو مكسبه للقضية انه بالافراج عن المدعى عليه او المتهم، صح ولا مش صح؟ طيب يبقى في الحالة هذه في رابح وفي خاسر. الرابح هو المحامي، يبقى الخاسر النيابة، او اذا الرابح النيابة هيكون الخاسر هو المحامي، والقاضي دائما في النص، الأصل يكون في المنتصف ويحكم. لكن لا تتوقع أن القاضي دائما يحكم بما هو حقيقي، لأن القاضي يتعامل مع أدلة وإثباتات مادية موجودة بين إيديه. القضايا النوايا والأمور الداخلية ربما ليس لها مكان في العمل القانوني أو القضائي بشكل كامل. فبالتالي أنت ممكن أحيانا ممكن أنت تخفي بعض الأدلة، تبرز بعض الأدلة حسب موقعك أنت واهتمامك فيه أو موقعك في القضية. إذا أنا في موقع النيابة بحرص أنه أجيب كل الأدلة، لو أنا في الطرف المقابل اللي هو المحامين أنا ممكن أجيب كل، أحاول أخفي بعض الأدلة اللي تدين موكلي. وبالتالي هذا بتفرجينا بشكل واضح وجلي أنه لا، هناك في اختلاف حقيقة بين العنصرين بشكل كبير. طيب the expert can build a solid reputation, a rigorous professional opinion of course
can lay straight shooter by adhering to standard in both psychology and law. طبعا بحكي لك الخبير هنا، بنحكي على الخبير، خبير نفسي طبعا، ممكن انه يعمل لحاله يعني سمعه مهنيه جيده بناء على الاراء اللي بيدليها في المحكمه، اللي هو ستريت شوتر، يعني يكون الهدف مباشره او اطلاق النار مباشره، انه هو يكون انسان مستقيم يحرص على الاستخدام وتبني المعايير النفسية والقانونية السليمة، وبالتالي هنا أنت بتقدر تحرص كخبير أنك تبني سمعتك الجيدة في هذا الإطار، يكون تتبنى استراتيجيات صحيحة ومباشرة ودقيقة لا تحتمل اللف والدوران ولا تنسجم مع الأهواء البعض أو ضغط من هنا أو ضغط من هناك، لا بده يكون عندك أنت تبني معايير ونماذج ومبادئ قانونية ونفسية كبيرة في هذا الإطار. The issue of morality or personal ethics involve the quality of the one's own moral development coupled with the knowledge of ethical requirement and motivation to do the right thing. يعني بحكي لك انت طبعا المبادئ المتعلقه بالضمير والاخلاقيات الشخصيه اللي انت تربيت عليها واللي انت بنيتها لنفسك، وهي تعتبر بالمناسبة ضابطة للسلوك، الأخلاقيات والضمير اللي أنت يعني متبنيه في نفسك، هذا طبعا بيعطي الإنسان بالفعل قديش أنت تستطيع أن تزاوج ما بين النمو والتطور الأخلاقي والقيم اللي موجود عندك مع المعلومات. يعني يكون عندك في عملك كخبير نفسي في علم النفس الشرعي يكون عندك مزاوجة ما بين الضمير الأخلاقي اللي موجود عندك وما بين المعلومات، دول مع بعض بيكونوا لازمين لموضوع القيام بما هو صحيح، القيام بما هو صائب. يبقى الضمير مهم، الأخلاقيات مهمة، وأيضا المعلومات مهمة، تمتلك المعرفة العلمية الصحيحة، المعرفة النفسية والقانونية الصحيحة اللي تؤهل وتكون مصحوبة بجانب أخلاقي وقيمي وضمير واعي ويقظ، هذا بيعطيك أنت بالفعل إن القدرة أنك أنت بتدفعك لفعل ما هو صحيح وما هو صائب بشكل واضح. The increased availability of knowledge based on and of rules and guidelines has increased the likelihood that the majority of experts will adhere to them to the majority. يعني يعني القضية المتعلقة بالمعلومات المتوفرة اللي بتعتمد على مبادئ وأدوار وموجهات للسلوك، هذه بتزيد من قدرتك على التبني بالفعل رأيك بشكل رئيسي وبشكل سليم في إنجاز الموكول لك، مع أهمية الوقت اللي انت بتحرص على انجازه في هذا الاطار وفي هذه القضيه اللي انت بتتعامل معها بشكل يعني واضح. Some will do so because they know the documents containing ethical codes, legal rules and professional standards that are available them are equally accessible to attorneys and judges. يعني انه البعض يعني ممكن يعمل الاشياء اللي حكيناها قبل شويه، لانه الدوكيومنتس اللي موجوده عندك اللي بتحتوي على الايثيكال كول والليجال رولز اند بروفيشنال ستاندرد، ايضا هذه متوفره بشكل ما يعني موجود عند العاملين في سواء كان محامين او قضاه. يعني المبادئ الأخلاقية مش موجودة عندك فقط أنت كأخصائي نفسي شرعي، لا هي موجودة عند كل المختصين وعند كل العاملين في هذا المجال سواء محامين أو قضاء أو غيرهم، كلهم لديهم مبادئ أخلاقية ويجب أن يلتزموا بتلك المبادئ الأخلاقية بشكل كبير. Most will do so because it the right thing to do. يعني هذا الأشياء اللي الصحيحة التي يجب أن يعملوها. A few may or may not do so depending on changing of external conditions. يعني اللي هو
الموضوع المتعلق بالبعض ربما يتبنى تلك المبادئ، البعض الآخر لا يتبناها، هذا بيعتمد على المتغيرات الطارئة الخارجية اللي ممكن يشوفها هذا الشخص. النقطة ال 11 طبعا اللي هي يعني الأخيرة عندنا اليوم، violation of boundaries and rules، اللي هي تجاوز الحدود والأدوار. The expert has to determine whether the case related issues and tasks called for within their scope competency, whether time frame are suitable, and whether the rules requested example consultation or expert are suitable as well. suitability او suitably defined، يعني هنا بحكينا انه الخبير يجب ان يحدد ما اذا كان او ما اذا كانت القضايا والمهام المتعلقه بالقضيه ضمن نطاق اختصاصهم او لا، يعني بمعنى هل هذه القضيه المعروضه ضمن مجال اختصاص، ولا انا بدي اخذ اي شيء بحاول له وانجز وخلص ما في مقابلها فلوس، لا انا بدي اعرف انه هذه القضيه هل هي من اختصاصي ولا، هل استطيع ان ادلي بها رايي بشكل كخبير وكاستشاري اقدم معلومه موضوعيه وافاده موضوعيه ولا لا، ضمن مجال وقدرتي وخبرتي ولا لا، هذه قضيه مهمه جدا لا اتقبل اي احاله لقضيه انا ما عنديش معرفه ودرايه بها. طيب نكمل، هل الاطر الزمنيه مناسبه؟ انا الوقت اللي انا متاح لي هل هو يعني متاح بشكل جيد، او انه الادوار اللي انا مطلوبه مني هل هي ايضا مناسبه ولا غير مناسبه؟ هذه ايضا قضيه مهمه جدا. It is mistakes to assume that one can serve a case in dual capacity of both expert and consultant. وهذه طبعا قضيه مهمه جدا جدا جدا، بحكي لنا انه من الخطا الافتراض انه يعني يكون للشخص انه يعني يخدم القضيه بصفته المزدوجه انه خبير واستشاري. ليش يا اخوان الكرام؟ لانه الخبير دوره بيختلف عن الاستشاري، وهنشوف احنا في النقطه يمكن توضحها النقطه اللي بعديها. ذا اكسبيرت هوز كوميتمنت از تو فايندينج اند اكسبريسينج ذا تروث versus the consultant whose commitment is to assisting attorneys in their preparation of case for litigation and helping attorneys understand psychological evidence. وهذه قضية طبعا مهمة جدا جدا جدا، انه الخبير يتمثل التزامه في الكشف عن الحقيقة. انت كخبير في مجال علم النفس الشرعي دورك البحث عن الحقيقة والوصول للحقيقة، لكن دورك لو كنت انت كونسلتنت اللي هو مستشار، انت التزامك هنا بيختلف، التزامك بانك انت تساعد المحامين على تحضير ادعاءاتهم من خلال فهم للقضايا النفسية، تفهمهم الالتزامات المتعلقة بالجانب النفسي وفهمهم للأدوار النفسية ضمن بيساعدهم في ادعاءاتهم داخل هذه القضية، وبالتالي بيساعدهم في إعداد قضايا التقاضي ومساعد أيضا المحامين في فهم الأدلة النفسية psychological evidence، يفهمهم كيف الأدلة النفسية. فأنت دورك كان لاحظه كخبير بيختلف عن دورك ككونسلتنت، فبنفعش أنت تخدم القضية وأنت تمارس الدورين expert او consultant، لازم تكون انت واحد من الاثنين، ما ينفعش تكون مع بعض في القضيه الواحده، اما خبير او consultant، اما تكون خبير واستشاري في نفس الوقت ما بينفعش. واضح؟ هذه قضيه مهمه جدا يا اخوان الكرام. النقطه اللي بعديها اللي هي النقطه الثانيه عشر، the two rules can be oppositional to another. إنه الآن طبعاً القضية اللي إحنا يعني يجب إنه يعني يتجنب الأخصائي النفسي العلاقات المتعددة،
يعني انه ما بينفعش ان ناخذ قضايا ربما تكون متناقضه، ربما تكون مختلفه عن بعض البعض، وانا اتبناها واتعامل معها بشكل يعني اتقبلها واتعامل معها. لا، ادواري ربما احيانا تختلف عن بعضها البعض. The burden to ensure clarity again falls on the expert. So one couldn't be expert and consultant at the same time. زي ما قلنا احنا ما بنفعش احيانا يكون انسان، يكون من السقطات اللي بتصير انه انسان يكون خبير واخصائي او استشاري في نفس الوقت. Another mistaken assumption is that the permissible serves both therapist and expert in given case. وبرضه من الاخطاء انك انت تعتبر نفسك يعني معالج وخبير في نفس الوقت، وهذا طبعا افتراض خاطئ حقيقة، لأنه الإنسان يجب أن يميز ويفرق بين الأدوار التي ربما تكون متداخلة أو متعارض مع بعضها البعض، إما أن تكون معالج وإما أن تكون خبير في حالة يعني معينة. Doing so can constitute serious rule and ethical conflict. Serving both roles threaten the efficacy of psychotherapy and also threaten the accuracy of judicial determination. يعني يمكن ذلك أن يشكل صراعات حقيقة يعني أخلاقية، وأنه الأداء في كلا الدورين مع بعض ممكن أن يهدد فعالية العلاج النفسي ويهدد دقة القرارات القضائية. فبالتالي مهم جدا أنه احنا نتجنب التداخل في موضوع الأدوار حتى تكون الأمور إن شاء الله يعني واضحة، ما يكونش عندنا اختلال في منظومة العمل في مجال علم النفس الشرعي. بنتوقف عند هذه النقطة، شكرا لكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في الفصل الثالث إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. بعرفش إذا الضيف عندنا نقطة أخيرة أو يعني هذا بتأكد على النقطة اللي بعديها، يعني ما فيش أي اختلاف، ما فيش داعي نشرح فيها. إن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم في محاضرة جديدة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.